يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أود أن أبدأ بتدريس رجل عامي في العقيدة، فما الكتاب المناسب لمثل هذا الرجل؟ الكتاب المناسب المختصر، مختصر ما موجود من مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة التوحيد، رسالة اسمها الدين وشروط الصلاة، هذه طيبة، وكانوا يحفظونها، كان الأئمة أئمة المساجد يحفظونها للمأمومين إلى عهد قريب، كان العوام يحفظونها عن ظهر قلب، وفيها من العلم والخير الشيء الكثير. نعم.